تتواصل فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في القاهرة بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية تحت عنوان حوار الطبول من أجل السلام. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من هناك. رامي، أرحب بك وضعنا في الأجواء عندك. تحياتي لك ولكل متابعينا من أمام بيت السناري الثقافي التراثي، وحيث نستمع الآن إلى دقات الطبول وأيضا عدد من الآلات الموسيقية إذانا بفعاليات اليوم الخاص ببيت السناري من مهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته العاشرة. نتحدث عن مشاركة كبيرة لأكثر من 30 فرقة دولية ومحلية تشارك في هذا المهرجان الذي يشكل لوحة من أجل السلام، وهو العنوان الذي دائما تؤكد عليه هذه الدورة، وهو حوار الطبول من أجل السلام في أكثر من موقع متنوع ما بين مواقع تراثية وثقافية. تحدثنا عن مسرح الهناجر بالأوبرا في الأيام السابقة، واليوم من بيت السناري، وأيضا في أيام أخرى كانت في القلعة وفي أماكن أخرى سواء أثرية وتراثية وثقافية، تأكيدا على التطابق الكبير وأيضا التوافق الأكبر بين ثقافة الشعوب والموروثات التراثية، وأيضا الكثير من الحضور سواء من الفرق الدولية والمحلية. هذا المزيج في لوحة فنية تراثية كبيرة. وهذه الدورة العاشرة التي تستمر حتى الثاني من شهر يونيو المقبل تؤكد على رسالة سلام من مصر من خلال هذا الشعار الكبير الذي يحمله المهرجان في هذا العام، حوار الطبول من أجل السلام. واليوم هناك عدد من الفرق الموسيقية، بدأت بفرقة من إندونيسيا وأيضا فرقة من سريلانكا، وهناك العديد من الفرق الدولية والمحلية. لنستمع الآن إلى دقات هذه الطبول إذانا بالفعاليات الموسيقية والتراثية لمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية. هذا هو المشهد، وهكذا نستمع إلى صوت الطبول، وإليكم الكلمة. شكرا جزيلا لك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري.